عسلامة، مرحبا بيكم، مرحبا بالناس الكل. معاكم الشيف هنداتي من مدينة بنزرت. انا اليوم باش نحضر لكم الوصفة نتاع الدويدة المفورة. الدويدة المفورة اللي باش نطيبها انا اليوم باش نطيبها بالدجاج العربي. حضرت طريفات دجاج، حضرت طريفات ملف خض وطريفات مصدر، وهذه هي الدويدة اللي باش نطيبها. انا اخترت الدويدة هذه، فما روا الدويدة اللي تتباع مخصوصة. انا باش نطيب الدويدة هذه باش نقصها ونحطها تصور. ومع الدويدة والدجاج حضرت شوية خضرة. بالنسبة للخضرة كل واحد عنده الاختيار يحط الخضرة اللي يحب عليها. انا حضرت قطع خرشف، شوية سفنارية، بطاطا، لفت، جرينات فلفل، كعبة قارص باش نقصها ونحطها في الخرشف وقت نقشرو وننظفو باش ما يكحالش. حضرت شوية حمص منفخ، بصل قصيته جويل باش نحطو في التقلية. عنا زيت زيتونة وهذايا لفاح باش نفوح بيها الفطور. عنا ملح، هريسة، كركم، الصلصة باش نحط لها مغير فات معجونة، معجونة فلفل أكحل. فلفل أكحل فيها خليط نتاع فيح، فيها شوش الورد وفيها قشور البرتقال والدويدة. وقت نجي باش نسقيها أنا باش نفركها بشوية سمن. السمن هذايا ديالي حضرته في الدار. الوصفة نتاع طريقة تحضير السمن موجودة في قناتي سور يوتيوب، تنجمو تشوفوا طريقة تحضيره. تو نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وتوا باش نفوح هكا التريفات نتاع الدجاج ونحضر الفطور. حضرت أنا المقفول والكسكيس. ناخذ المقفول نحط كتريفات نتاع الدجاج باش نفوحهم. نحط شوية ملح، شوية كركم، الفلفل الأكحل باش نحط شوية تويكة، أما راهو في الآخر باش نزيدو الفلفل الأكحل. نحط شوية هريسة، أنا باش نطيبها محرحرة شوية، باش نحط بزايدة شوية هريسة. باش نصب شوية ماء باش نحل أكل الهريسة مع اللفاح. الدجاج العربي راه ما يحبش برشا فاح، الفاح اللي حطيته كافي باش ما نقصوش من البنة والطعم البنين نتاع الدجاج العربي. توا نخلط، وبعد ما خلطتو أكل لفاح في وسط الدجاج باش نحط الزيت، مقدار نتاع 8 مغارف زيت زيتونة. نحط الحمص، نحط البصل، باش نحط مغرفة طماطم معجونة. الدويدة راهي ما تحبش برشا طماطم، مغرفة هكا كافية. نخلط، وتوا هاك الطريفات نتاع الدجاج بعد ما فوحتهم باش نخليهم 15 دقيقة يشربوا الملح والفاح. وبعد باش نركب الفطور نحطو يتيم. ما بينينا قشرتك الخرشف وقشرتك الخضرة وقصيتها. تعبت القارص قصها في اثنين، وحطيت الزنقة وحطيت في وسطها الماء. نعصروه القارص ونحطوه في وسط الماء. وتوا باش نقشر قطعة الخرشف. ناخذ هكايا الخضرة، هاني قشرتها وقصيتها. هذايا الخرشف، الخرشف بعد ما قشرته حطيت له الماء وعصرت عليه القارص. وكان قصوه قصوه في الطول هذايا. الخرشف نتاع المطبوخ راه ديما يتقص هكايا طويل شوية. وهذايا السفناريا، السفناريا قصيتها كعب على اثنين. هذايا اللفت، البطاطا، البطاطا زادا كيف كيف قصيتها الكعب على اثنين. وتوا باش نركب الفطور نحطو يطيب. كالطريفات نتاع الدجاج اللي فوحتهم باش نقليهم على نار واطية. الدجاج قاعد يتقلى على نار واطية وما نصبوش ماء. توا الدجاج والبصل اللي سيبوا ماهم اللي باش يتقلاو فيه. الدجاج تقلى، خليته 15 دقيقة يتقلى على نار واطية. توا باش نصب شوية ماء ونغطيه المقفول ونخليه يغلي أكل الدجاج حتى يطيب نص طياب. الدجاج طاب نص طياب. توا باش نرمي الخرشف،
الخرشف شللته بالماء، نحيت له كل الماء اللي بالقارس. واذا كان الصلصه ناقصه ماء نزيدوها، انا باش نزيدها شويه ماء. نحركوا اكل الخرشف اللي ارميته، وطبعا نغطيه المقفول ونخليه يغلي حتى يطيب الخرشف نص طياب. الخرشف طاب نص طياب، توا باش نرمي اكس فناريا واللفت. نحرك وتوا نحطيه المقفول، ووقت اللي تغلي الصلصة باش نحط الدويدة تفور. الدويدة باش نقصها تريفات صغار، نقصوها الطول اللي نحبو عليه. انا باش نقصها الطول هذايا، الطول هذايا باهي. الدويدة هاني كملت قصيتها، توا باش نحطها تفور، باش نحطها ساعة في شقالة ما أكبر. باش نحط شوية كركم، باش نحط شوية زيت، نخلطها فكرة الزيت مع الكركم. وبعد ما خلطتها توا باش نحطها في الكسكيس ونحطها تفوق. الدويدة باش نخليها تفور 15 دقيقة، وبعد 15 دقيقة باش نرمي البطاطا. البطاطا باش نفوحها باش نحط لها شوية ملح شوية فلفل أكحل ونخلط. ووقت اللي تطيب السفناريا نص طياب نرمي البطاطا. الدويدة تفور عندها 15 دقيقة، توا باش نرمي البطاطا. البطاطا اللي فوحتها ورجعها تزيد تفور حتى تطيب البطاطا 10 دقائق اخرين. البطاطا في ساعة تيبرة، وتوا باش نفوح الجرينات متاع الفلفل. هاني حطيت شوية ملح وشوية فلفل اكحل، نخلطهم. وبعد ما خلطتهم ناخذ هكايا الفلفل بالجرين، نشقه هكا شوية ونحط في وسطه اكل خليط اللي هو ملح وفلفل اكحل، وبالقرن بالقرن حتى نفوحهم الكل. الدويدة تفور عندها 15 دقيقة. اكل خضرة طابت، توا باش نرمي اكل جرينات متاع الفلفل. ونتفقدوا ديما الماء، اذا كان ناقصه ما نزيدوها. انا الماء نتاعها باهي من اللي حطيت من الاول، ما زدتش. توا باش نحط مغرفتين زيت ونغطيه المقفول ونخليها تزيد تطيب الصلصه 2 دقائق اخرين. وتوا الدويدة باش نسقيها في الطاجين. كان عنا طنجرة فخار ولا طاجين، انا باش نسقيها في الطاجين الفخار ونجمرها في الفور. توا باش نحط شوية فلفل اكحل، نحط مغرفة سمن. السمن هو راهو اللي باش يزيد يبلنها ويزيدها بن على بن. وباش نحرك، نحركوها هكايا، نذوبوها كالسمن في وسطها. كالسمن والفلفل الأكحل هاني كمان خلطتهم، والصلصة طابت. وباش نطفي عليها ونسقيها الدويدة، والفور شعلته حطيته يسخن باش نعومها بالصلصة ونحطها تتجمر في فور سخون. ناخذ طويكة هكايا الصلصة،
الصلصه نتاعها راهي تكون خفيفه الدويده، ما فيهاش برشا طماطو كيما توا هكا تشوفوا. شوفوا كيفاش خفيفه الصلصه، هاني كمان تعومتها بالصلصة وتوا الدويدة باش نحطها تتجمر في فور سخون. الدويدة تجمرت، قعدت 15 دقيقة في الفور. الخضرة هاني عبيتها في الصحن، هذه الخضرة اللي طيبتها في وسط الصلصة متاع الدويدة. هذوما طريفات الدجاج، هذايا الخرشف، قرينة الفلفل، الحمص، السفناريا، اللفت، البطاطا. وتوا باش نحركها الدويدة، انا راني ما حركتهاش بالكل، وقت اللي سقيتها حطيتها في الفور ومن غير ما حركتها، وتوا نحركوها. الدويدة هاني كمل خلطتها، راني ذقتها، راهي جات بنينة بنينة برشا، ما تتصوروش البنه اللي في الدويده هذيا بك المغرفه السمن اللي حطيتها في وسطها هي اللي زادتها بنه على بنه. وحضرت مع الدويده شويه ترشي وشويه زيتون ديالي. الترشي والزيتون الفيديو نتاعهم موجودين في قناتي سو يوتيوب، تو نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف تشوفوا طريقه تحضيرهم. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وبالسلامه وشهيه طيبه، وتابعوني واشتركوا في قناتي باش يوصلكم جديد الفيديوهات واحلى واشهى الاطباق التونسيه.